الاول يا جماعه نبدا المحاضره بعنوان حاجه اسمها برنسبلز اوف اي ليرنينج. في الاول خالص نعود نفسنا على نظام في اي محاضره سواء ميديكال اديوكيشن او فيسيولوجي او اناتومي او باي او اي حاجه في الدنيا. في المحاضره ما جه هبداها لازم اكون فاهم انا عايز ايه من المحاضره. فبحط حاجه في الاول كده بحط العنوان ده فده منطقي اي حد في الدنيا يحط العنوان في الاول. بعد كده الخطوه الرئيسيه اللي بعد كده حاجه اسمها الليرنينج اوبجكتيف، ايه اهداف المحاضره؟ نعود نفسنا كده هدخل محاضرة او هقعد اذاكر يبقى في اهداف، يبقى في اهداف معينة لازم احطها في دماغي. خلاص الاهداف دي هي بتقول لي انا عايز ايه من المحاضرة، انا عايز اخرج من المحاضرة بايه. خلاص بعد كده بنفرز الموضوع، بنقول الموضوع، ولو في الاخر هتلاقينا عامل سمر الموضوع مثلا، او لو في اسئلة احط اسئلة او وخلافه ده في السلسلة. لكن هنا يهمني في المحاضره هنا النهارده ازاي استخدم الكمبيوتر والانترنت في ايه؟ في ان انا ادور على معلومه، ادرس معلومه، اذاكر معلومه، الكلام ده كله. فاهداف المحاضره اول حاجه عندي انا بقول اي ليرنينج، يبقى لازم اول سؤال اساله لنفسي وات از اي ليرنينج؟ مع ايه هو الاي ليرنينج؟ ثاني حاجه عندي هوايه ويوز كمبيوتر اي ليرنينج. خلي بالك الكلمتين الثيوريتيكال اللي في الاول نظري هقولهم بسرعه بالتطبيق ده عشان ناخد امثله اشوف على مباشره الوضع عامل ازاي. بعد كده يبقى اول حاجه وقت الاي ليرنينج، ايه المقصود بالاي ليرنينج؟ هواري وي يوز كمبيوتر اي ليرنينج، ليه بنستخدم الكمبيوتر في التعلم؟ ثالث حاجه عندي اوت لاين اي ليرنينج ميثود. اوت لاين يعني قول لي ايه؟ عناوين. اي ليرنينج ميثود ايه الطرق المستعمله في الاي ليرنينج؟ يبقى اول حاجه لازم اعرف ايه هو الاي ليرنينج. ثاني حاجة ليه أنا بستخدم الكمبيوتر في التعلم؟ ثالث حاجة عندي اديني الطرق اللي مستخدمة في ايه؟ في الاي ليرنينج. بعد كده آخر حاجة أيضا انتصار، يعني تعرف بقى، يعني شوف على النت واقرا سيرش انجن، يعني ايه هو السيرش انجن؟ ميد لاين سيرش، صح، ميد سيرش، وحاجة اسمها ويكيبيديا سيرش. الحاجات دي في طبعا احنا ميديكال اديوكيشن، ايه استخدامات النت او الاي ليرنينج في الميديكال اديوكيشن؟ يبقى بناخد المعلومه نطبق على الناحيه الطبيه عندنا. اول حاجه عندي اللي هي وات از اي ليرنينج. حد يقدر يقول لي كده يعني ما اقول لك اي ليرنينج او الكترونيك ليرنينج ممكن اديها ديفينيشن ايه او اعرفها ايه؟ ها تو يوز كمبيوتر ان ليرنينج. يس، ها حد عنده تعريف ثاني؟ شاطر، تو يوز تكنولوجي ان ليرنينج، كلام جميل. حد عنده تعريف ثالث؟ المعلومه ممكن نقولها بألف طريقه يا جماعه، يعني مش ايه، مش قران لازم احفظ السطر ده هو السطر ده، غير السطر ده يبقى غلط. وحفظ الصوره يبقى ليرنينج او تيتشنج ان ديجيتال فورم، استخدم بقى الكمبيوتر في ان انا اتعلم، استخدم اللابتوب في ان اتعلم، الايباد في ان اتعلم، هدخل على النت استفيد بايه؟ ادخل اعمل ايه؟ اقرا ايه؟ انزل كتاب ايه؟ او اتعلم ازاي؟ هل اي حد كده يقدر يجيب اللابتوب او الكمبيوتر ويدخل على النت من غير ما يبقى عنده علم اي حاجه في اي حاجه؟ لا يعرف يعني ايه كمبيوتر اساسا، ولا يعرف يعني ايه نت اساسا، ولا يعرف يقرا اصلا، ولا يكتب. ها مش لازم في حاجات معينه للواحد عشان يقدر يستخدم النت؟ انا ميديكال اديوكيشن لازم اكون فاهم انا داخل على النت علشان ادور على ايه، صح ولا لا؟ يعني هناخد مثال، احنا لسه سنه اولى ولسه المعلومات لسه بسيطه، مع الوقت هتبقى المعلومات كتير، بس اكيد كلنا بطب غير طب عارفين مرض اسمه السكر او الغول السكري، سمعنا عنه؟ اللي هو الاسم بتاعه الدايابيتس مليت. لو واحد ميديكال بيرسون، واحد نون ميديكال بيرسون، وقلت الاثنين انا عايز اعمل ريسيرش عن الناس عامل زي اسم الليل، هل كفاءة الريسيرش في الاثنين تبقى واحدة؟ هل منظور الاثنين للمعلومة دي هيبقى واحد؟ في واحد ممكن يبص لها من ناحية ايه؟ التسويقية مثلا، يقول لك انا ايه؟ انا مرض السكر ده لو فتحت عياده السكر هتجيب لي كام عيان، هعمل معرفش ايه، هكسب قد ايه في الشهر، هعمل، صح؟ واحد ثاني يقول لك لا انا عايز اعمل ريسيرش
اقدم بيبر للترقيه او بحث عن السكر فهدور على كذا كذا كذا، واحد ثاني عايز يبتكر طريقه للعلاج فهيدور على ثانيه يا جماعه. فممكن تبقى المعلومه واحده لكن البحث عليها على النت مختلف تماما، صح ولا لا؟ زي بالظبط انت عندك خبز بتاع ازازات، ها حد يوصف له الازازه دي اسمها ايه؟ ها لا الكفايه بالظبط، ما فيها ميه، ممكن شويه صغير كده يبقوا ميه، فيها قد ايه ميه؟ عباره عن ايه؟ الكوبايه او الازازه دي واحد ممكن يبص لها يقول لك ده ايه؟ ده الازازه ديت ثلاث ارباعها ميه. واحد ثاني يقول لك دي ربعها فاضي، صح ولا لا؟ الاثنين صح بس اختلف المنظور ولا لا؟ واحد متفائل فبص للجانب الكويس قال لك ده ايه؟ ده ثلاث ارباعها ميه. الثاني متشائم ما بصش للمليان، بص للفاضي، قال لك ده ربعها بس اللي فيه ايه؟ في ميه، واضح الكلام؟ فبالتالي مش اي حد يدخل على النت هيطلع نفس البيانات او المعلومات اللي واحد ثاني يدخل عليها لان الهدف مختلف. طيب ايه رايكم؟ هل استخدام الكمبيوتر في التعلم مفيد ولا غير مفيد ولا مالوش اهميه ولا ما تفرقش؟ طيب لو مفيد مفيد ليه؟ ولو مش مفيد مش مفيد ليه؟ ها مفيد في ايه؟ ايه اهميه ان انا استخدم الكمبيوتر والنت في ان انا اتعلم؟ ببحث عن معلومه، طب ما انا ممكن اروح المكتبه واجيب كتاب وادور فيه، ما هو بحث عن المعلومه. شاطر يعني مور ايزي، ها؟ كلام ابديت ممتاز، ها؟ ممتاز عن اكسبنسيف، ها؟ ايه؟ ماشي رابط ليه؟ سيف تايم، كلام جميل. ايه كمان؟ عملوا دراسه يا جماعه على 100 شخص، بصوا شوفوا ارائهم كانت عامله ازاي. 90% كانوا بيقولوا احنا بنستخدم الكمبيوتر في التعلم علشان مهم جدا بالنسبه لي. ليه؟ ايزي تو تيك ات يور اون بيس، يعني انا في مكاني دلوقتي اهو زميلك معاه اللابتوب، انا جايب اللابتوب وحطينا الايه؟ الداتا شو، بدانا نشوف، صح ولا لا؟ في المكان. لا احتاج تجري على المكتبه ولا احتاج تدور الراجل فتح المكتبه ولا قافلها، المكتبه فيها الكتاب ده ولا وصف الكلام. 75% قال لك ايه؟ انترستنج واي تو ليرن. زي ما هنشوف كمان شويه وهنشوف امثله يا جماعه، انا ممكن استخدم الاي ليرنينج بطريقه غايه في الروعه. انا واحد بحب الكمبيوتر جدا واحب اجيب العاب، عملوا ايديوكيشنال جيم. يعني لعبه منك بتلعب وبتتعلم في نفس الوقت، وهنشوف مثال حالا. يبقى وسيله كويسه للتعلم ولا لا؟ وسيله كويسه للتعلم. ناس ثانيه قالت ايه؟ تايم افيشنت. يعني ايه؟ يعني بتوفر لي وقت. بدل ما اجي ادور على المكتبه، هتشيل المكتبه ولا افرمها؟ طب وفين الرف اللي فيه الكتاب اللي انا عايزه؟ طب موجود ولا زميلي مستعيره؟ صح؟ يبقى وفر لي وقت ولا مفيش؟ بعد كده الخطوه اللي بعدها في ناس قالت لك ايه؟ اللاوز فور جاست تايم ليرننج، يعني بيوفر وقت ويديني وقت كويس ان انا اتعلم فيه، وكفاءة في اداره الوقت وهكذا. في ناس تبع اوفرز سيجنفيكانت ديجري اوف فليكسبيليتي، بمعنى انا دلوقتي بدل لاقي في المكتبه بيقعد من الساعه 9 للساعه 9 ونص مثلا. 9 ونص بعدها بنص ساعه، مش 9 ونص بالليل يعني. او واحد بيقعد من 9 ل 12. يعني معناها لو جيت 8 مش هشوفه. لو جيت الساعة واحدة مش هشوفه، صح؟ لكن أنا عندي الكمبيوتر، عندي النت، عندي الكورس اللي عليه المعلومة اللي أنا هشوفها طول الوقت. وقت ما عاوز اشوف المعلومه هشوفها، صح ولا لا؟ واحد ثاني قال لك ايزي تو يوز او ايزي تو يوز، هل ايزي تو يوز للناس كلها؟ لا، فلازم الواحد يكون متدرب، عارف يعني ايه نت، عارف يعني ايه كمبيوتر، عارف وهيدور على ايه وازاي. قال لك ات از ايزي تو ريفير باك تو، يعني انا دلوقتي انا جبت معلومه من المكتبه، رحت جبت المرجع، قعدت في المكتبه، قعدت ادور، قريت معلومه معينه. خلاص؟ روحت البيت نمت شويه وقمت بعد كده فكرت، قلت انا قريت المعلومه بالصيغه الفلانيه، ده صح ولا غلط؟ فانا عايز اشوفها وبقيت قعدت افكر وعايز اشوفها دلوقتي، ينفع اروح اصحي الراجل من بيته واقول له تعالى افتح لي المكتبه عشان اشوف كتاب؟ لكن انا عندي الكمبيوتر او عندي النت هفتح واشوف على طول، صح ولا لا؟ يبقى دي حاجات كتير تخليني افكر ليه احاول اتعلم، استخدم الكمبيوتر، استخدم النت في التعلم. يعني دي مميزات للاي ليرنينج. الاي ليرنينج مش تسيبوها شويه صغيرينها عشان ارجع لها عشان نطبق عليها على طول. لكن في، خلي بالكم يا جماعه، في عوامل
تخلي عمليه التعلم الالكتروني او الاي ليرنينج كويسه وتسبب النجاح، وفي عوامل تقف في ضد ضد نجاح هذه العمليه. ايه اللي يساعدني في ان استخدم الاي ليرنينج بكفاءه؟ ايه رايك يا جماعه؟ ان لازم يكون في ايه؟ تدريب. صح؟ خدت كورسات في ازاي استخدم الانترنت، ازاي استخدم الكمبيوتر، ازاي اعمل سيرش ريسيرش على الايه او سيرش على النت. واضح كلامي؟ لازم اكون عندي معلومه، لازم اكون فاهم ازاي ابحث في الموقع الفلاني، ازاي ادور على معلومه. صح ولا لا؟ في حاجه كمان، المؤسسه اللي انا موجود فيها، انا دلوقتي في ايه؟ في ميديكال ستودنت في فاكولتي اوف ميديسن. صح ولا لا؟ لازم الفاكولتي المنصات الكليه بتاعتي تكون مهتميه ان الطلبه تستخدم الايه؟ الحاجه دي. انا عايز الطلبه تستخدم الكمبيوتر بكفاءه، عايزها تدخل على النت بكفاءه تستخدمها تدور على كتاب او معلومه طبيه. يبقى لازم اوفر لهم الايه؟ الكمبيوترات. صح؟ لازم اوفر ها؟ محاضرات تعرفهم ازاي يستخدموا الانترنت. لازم اوفر الخبرات اللازمه علشان يتعلموا ويستفيدوا. صح؟ ما ينفعش اقول وننادي باستخدام الانترنت وما عملتش ولا محاضره اي ليرنينج، ولا محاضره هاو تو يوز انترنت، ما ولا محاضره عن الاي ليرنينج. ينفع الكلام ده يا جماعه؟ ده عوامل تؤدي الى النجاح. ان انا ايه؟ لازم المؤسسه تكون مهتمه بالموضوع، لازم يكون الشخص اللي عايز يتعلم او عايز يستخدم الانترنت يكون يتعلم بكفاءه وعارف هو يستخدم ايه، لازم يكون عندي الاداه اللي هستخدمها. هي علاقه ثلاثيه ما بين المؤسسه اللي هي الكليه نفسها، وما بين الشخص اللي عايز يتعلم، وما بين الجهاز اللي عايز يستخدم. يا فرحتي ممكن يكون الجهاز موجود واللي عايز يعلمك موجود لكن مفيش انترنت مثلا، يبقى انا هستخدم الانترنت ازاي؟ واضح الصوره يا جماعه؟ طب ايه اللي ممكن يعوق عمليه التعلم الالكتروني؟ اللي هي الملحوظه اللي بعد كده، اللي هي حاجه اسمها باريرز. باريرز يعني حواجز. بص يا جماعه، بحاول على قد ما اقدر الجزء النظري نقول بسرعه عشان ندخل بقى على الاقل ندخل نشوف حاجات بسيطه كده. ايه وسيله الاي ليرنينج على النت؟ ازاي اتعلم ابحث على الانترنت؟ خلاص، كمصطلحات او كحاجات او كموضوع عايز اشوفه، وادينا لنفسنا موضوع عايزين ندور فيه وليكن ذلك من لسه نفسه. ايه الحاجات اللي ايه؟ باريرز تو ادوبشن فور اي ليرنينج، يعني حاجه تعوق استخدام الاي ليرنينج. ان المؤسسه مش مؤمنه اصلا بالاي ليرنينج. صح؟ يا عم كمبيوتر ايه يا عم؟ يا عم تعلم عن طريق الانترنت ايه؟ بس يمسكوا الكتاب ويقروا فيه ويخلصوا. صح؟ ممكن تكون غصب عنهم، ممكن يكون العدد كبير جدا لدرجه لا تسمح بان انا ايه اوفر اجهزه لهم. لا، ما ثانيه واحده، كل مشكله بتقابلك لازم يكون لها حلول. ممكن يكون عدد اعضاء هيئه التدريس قليلين جدا، يعني بمعنى ان مثلا عندك 1000 طالب وفي عضوين هيئه التدريس، ده هيعلمهم ازاي؟ هتبقى في صعوبات. صح؟ بس لازم تدور على حلول. لو المؤسسه مؤمنه بالموضوع هتدور على حلول. انا عندي على سبيل المثال وليكن انت بتقول ب 1000 طالب واثنين اعضاء هيئه التدريس هيعلموا ازاي؟ لو المؤسسه مؤمنه بالموضوع هتحاول تجيب ناس ثانيه، هتحاول تحل حل مؤقت انها تعمل اسطوانات تعليميه وتجيبها للطلبه انها تجيب. صح ولا لا؟ انها تحاول تنظم كورسات للطلبه انها تشوف، يعني في حلول. المهم عندي ان المؤسسه تكون مؤمنه بايه؟ بانها عايزه الطالب يدخل على النت يتعلم معلومه، مش يدخل علشان يشوف حاجه ثانيه. صح ولا لا؟ كلام جميل. طيب في حاجات بسيطه بقى، حاجه اسمها ويب ديفينيشنز. ده حد يقدر يقول لي يعني ايه ويب دايركتوري؟ حد يقول لي يعني ايه ويب سيرش انجن؟ سمعنا عن جوجل يا جماعه، اكيد كلنا عارفين جوجل. عايز ابحث على حاجه تقوم داخل على جوجل وتكتب اللي انت عايزه. او جوجل ده بيقول عليه ايه؟ بيتقال عليه ويب سيرش انجن. تكتب فيه معلومه يجيب لك، ممكن يجيب لك الاف وملايين الموضوعات عن المعلومه دي. ياهو. الياهو ممكن يكون ويب دايركتوري وممكن يكون سيرش انجن. لو انا كتبت ياهو دوت كوم فوق زي ما هشوف حالا وجبت صفحه سيرش اللي هو ياهو سيرش، الاثنين مختلفين عن بعض. ان انا اكتب دايركت اللي هو ياهو بس، ده دايركت بيجيب لك عدد محدود من المواضيع. لكن ياهو سيرش ده سيرش انجن بيحتوي على كم مهول من المعلومات دي. انا هشوف حالا. ميد لاين ده موقع، ده يا جماعه بصوا اللي عندكم محاضرات لسه هاو تو يوز انترنت، احنا هناخد بدايات، لكن في عندكم اللي يومين ثلاثه الجايين في محاضرات كتير على ازاي ادخل على النت، ازاي استخدم الانترنت، ازاي استخدم الاي ليرنينج فاير.
واضح الكلام؟ في حاجة اسمها المد لاين، ده موقع طب يا جماعة عليه آلاف المواضيع الطبية، منها ما هو فري، يعني تدخل تنزل الفول تيكت اللي هو الموضوع كامل مجانا، وفي حاجات بيه لازم تدفع علشان تاخدها. زيه حاجة اسمها اللي باب ميد، ده برضك موقع طبي، خلاص فيه آلاف المواضيع، نفس الكلام فيها الجزء الفري والجزء الايه؟ اللي لازم تتعلم. حاجة اسمها البروتاجين عارفينها، المدونة صح؟ أكيد كلنا عارفينها، أنا بكتب موضوع واللي بيدخل يعلق على الموضوع الفلاني، إحنا بنستخدمها تواصل اجتماعي وغيره، لكن ممكن تبقى وسيلة للتعلم. يعني إيه اللي المانع إن يبقى في تواصل ما بين عضو التدريس والطالب في مدونة، كتب معلومة، كتب سؤال، يدي فرصة للطلبة إنها تفكر في السؤال، تجاوب، تتناقش، طالب عنده سؤال يكتبها كنقطة، يحصل تواصل، يبقى وسيلة للإي ليرنينج. في حاجة اسمها ويكي بيج، زي حاجة اسمها ويكي بيج، أنا برضك عايز أدور على معلومة طبية، ممكن أدخل على الويكي بيج أدور عليها، أو ممكن في إمكانية إن أنا أضيف موضوع فيها. هناخد مثال، في أي مشكلة في الكلام ده يا جماعة؟ أنا بحاول أقول ده الريفرنس الشكل ده، بصوا ده خلاص الموضوع عندكم. نعم. كلام جميل، سؤالكم صبرا أنا آسف. لو في ليكم سؤال غاية في الروعة. الانترنت يا جماعه حاجه عالم كبير جدا، فيه الغف صح وفيه الحاجه كويسه، يعني في حاجه كويسه فيه ممكن تلاقي المعلومه علميا، في معلومه كده تقليد، اي واحد ايه كان معتن كتب معلومه طبيه وهو نايم ماشي غير موثوقه، وفي حاجات دوكيومنتد صح. فبالتالي هلاقي في مواقع وير دوكيومنتد خلاص، وفي مواقع ايه يعني ما اقدرش اعتمد عليها. ف الطالب الشاطر او الشخص الشاطر يحاول يدور على الموقع اللي يلزق الفايل. زميلكم بيقول لي الويكيبيديا هل هي موثوقه بنسبه 100%؟ اقول لك على حاجه، غير القران ما تقدرش تحلف على اي حاجه، صح ولا لا؟ ها؟ فالطالب الشاطر يعمل ايه؟ انت هتستخدم النت زي ما هنقول حالا. الطالب الشاطر لازم يبقى مش معنى ان انا بقى عندي كمبيوتر او عندي لابتوب وعندي انترنت وبقيت شاطر في البحث ادور على معلومتين من الايه من الانترنت وخلاص وبقيت استاذ زماني، لا صح ولا لا؟ تعلم المعلومه يحتاج تواصل ما بينك وما بين عضو هيئه التدريس برضه. ايه المانع ان انا مثلا انطلب مني سيمينار؟ زي ما تعرفوا ان شاء الله في حاجه اسمها سيمينار هتعرفوها، ان مثلا بيتحدد موضوع وطالب بيجهزه ويقوم يشرحه هو اللي اكنه الايه التوتر، اكنه الدكتور هو اللي بيشرحه. فلازم الطالب يحضر الموضوع كويس، فبيدخل على النت او كتب او المراجع او خلافه. الطالب الشاطر بيعمل ايه؟ الطالب الشاطر بيحضر المعلومه بقى من تكست بوك ويكتب الريفرنس مثلا او من المواقع ويكتب اسمه ويروح للدكتور بتاعه ويراجعه. دكتور الماده ياخد فيسيولوجي مثلا وليكن هنتكلم عن فيسيولوجي، يبقى لازم تعرف ايه هو ازاي البلاد جلوكوز اللي هو الايه الجلوكوز بيتنظم في الدم ازاي، تكتب مع شويه معلومات عنه. ايه الهرمونات اللي بتاثر في الجلوكوز؟ طيب ايه هي الدايركت ليتر انواعها ايه؟ واقوم مجمع المعلومات دي سواء من مراجع او من كتب او من خلاف وانظمها واظبطها واروح للدكتور بتاع الفسيولوجي اقول له والله يا دكتور انا عندي سيمينار بالشكل الفلاني وفي كذا 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 وده اللي انا عملته. معلش حضرتك ممكن تراجعه لي هيشوفه. هل المعلومات اللي فيه موثقه؟ يبقى الريفرنس بتاعك دلوقتي الاستاذ منبر. يعني انت دلوقتي في المحاضره الريفرنس بتاعك الدكتور اللي في المحاضره. جهزت معلومات من على النت الريفرنس بتاعك الدكتور اللي هيراجع لك المعلومه. وابحث الصوره عشان ااكد على ايه؟ على المعلومات. كلام كويس. ندخل بقى على مثال بقى. ده موقع بتاع يا جماعه هنطبق عليه الحاجات اللي قلناهم النهارده عشان تعرف ازاي ادخل على النت، ازاي استفيد بقى اللي انا قلت لكم كانت فيه اللي هي الميثود اوف اديوكيشن. ركزوا معايا. أعوذ برب الناس من الشيطان الرجيم.
كنا قلنا ايه اللي احنا هنطبقه على الناس، اللي هي الميثودز اوف ايه اوف اي ليرنينج. هناخدها خطوه خطوه بقى، ونعرف يعني ايه دايركتوري، نعرف يعني ايه سيرش انجن، نعرف يعني ايه ميثودز اوف اي ليرنينج، زي حاجه اسمها توتوريال. لو شفنا كده في حاجه اسمها توتوريال هوريها لكم حالا، حاجه اسمها هايبر ميديا هنشوفها، حاجه اسمها دريلز، حاجه اسمها كويز اند تيست، حاجه اسمها سيميوليشنز، حاجه اسمها جيم. كل ده هناخدها ولها امثله موجوده في الموقع. اول حاجه عندي نبص كده يا جماعه، انا لو لاحظت اول ما دخلت قمت انا اللي كاتب العنوان فوق صح، العنوان ده هيجيب لي صفحه بقول عليها دايركتور، انا كتبت الدايركتور صح. هتلاحظوا هنا هو معمول هنا فيه هنا هو ايه ياهو سيرش، ده سيرش انجن خلاص. ركزوا معايا بقى، انا هكتب اي كلمه وانا عامل امكانيتين هنا، في امكانيه للبحث على الويب تكون لو انا عايز ادور على الانترنت بوجه عام، هكتب الحاجه اللي انا عايزها هنا واعمل ايه واقوم كاتب سيرش اون ويب، ما اهو اسيب العلامه هنا كده. طب افرضوا ان انا عايز ادور على المعلومه جوه الموقع ده، هقوم الاقي النقطه دي من هنا اعلم على سيرش ان ذا سايت. فنجرب الاثنين، نجرب نخلينا في الموقع خلاص. بصوا هكتب مثلا، احنا قلنا هندور على ايه، ركزوا معايا دلوقتي انا هوريكم ازاي استخدم السيرش انجن اللي هو الياه. عايز من الاول تقوم كاتب جوجل وتدور في جوجل لفين سيان، انتوا اكيد ادرى واعرف يعني خلاص. نجرب هنا الايه ياهو سيرش، هنا احنا قلنا عايزين ندور على الدابيس من الليتر، هنقوم كاتبين هنا اهوت ادب الدابيس من الليتر. من الليتر. وخلي بالك يا جماعه انا عايز ادور فين دلوقتي؟ في هذا السايت، اقوم معلم على الايه؟ ان ذيس سايت، واقوم قايل له سيرش. خلاص؟ شوفوا جاب قد ايه؟ بصوا كل ديت مواضيع في الايه؟ في هذا السايت. وفي الاخر هتلاقي مكتوب ايه؟ نكست ليه؟ ثانية واحدة كده يا جماعة، ده ما جابهاش كده. طب ثانية واحدة نرجع تاني كده، يبقى بقوم معلم على هذا السايت تاني كده ونكتبها تاني اهو، ادي الدايابيتس من ليه، واقوم عامل سيرش خلاص. بصوا يا جماعه هتلاقي عنوان الموقع تحت اهو، بصوا يبقى ده جاب اللي جوه الموقع، يعني هتلاقي جوه الموقع هتلاقي مثلا كل شاب يقول معرفش ايه، هتلاقي تحتوي على ده مكتوب تحت اهو، ده عنوان الموقع اللي جاي منه، ده موضوع عنوانه تحت، موضوع عنوان وهكذا، هتلاقي كل المواضيع اللي ذكر فيها هذا الاسم موجوده هنا. وضحت الصوره يا جماعه؟ في جوجل في ميزات كتير قوي ان انا ممكن اعمل ليميتيشنز للسيرش. طب نشوف، بصوا يا جماعه هفتح لكم واحده جوجل كده اهوت علشان اشوف بقى ازاي ادور على معلومه. نرجع بدي كده، نفتح ده جوجل، نكتب جوجل هنا كده نفس المشكلة. الأول ثاني جت نرجع لمرجعنا هنا كده. أنا عايز دلوقتي، بصوا يا جماعة أنا عايز أبحث على حاجة هنا، بصوا علشان المهاجة أستخدم يفضل ما أستخدمش كده اللي هو الواجب اللي عندي، عارفين إحنا الأدفانس سير صح؟ هقول لك، بصوا يا جماعة انا عايز ادور على حاجه معينه، كذا معاك نقطه مهمه جدا هتخدمك بقى وانت بتحضر اي معلومه. انا عايز ابحث عن الدايابيتس من ليه، عايز ابحث على المواضيع اللي كتبت على الدايابيتس من ليه بصيغه الباوربوينت. احنا عارفين الباوربوينت يا جماعه، الملفات العرض التقديمي، ها عارفين الباوربوينت، طب عارفين الوورد طبعا صح. لو انا عايز ادور على النت المواضيع اللي كتبت بصيغه الوورد
عامل زي بسم الله. اقوم كاتب ايه؟ ادفانسد سيرش الاول، كاتب معايا يا جماعه اول حاجه احدد عشان احدد المعلومات، اقوم كاتب ان هو ايه؟ فين ادفانسد سيرش؟ اقوم كاتب ان هو ادفانسد اجيبها. ادفانسد جوجل سيرش. بالشكل ده. هو على فكره على الموقع عندي كده انا عامل الامكانيه دي هنا. بص يا جماعه تلاقي هنا تحت هنا كده. هتلاقي ادفانس جوجل سيرش كامكانيه، يعني انت ممكن تدخل على الصفحه اهو تقول ان اهو تضغط مباشره على ادفانس جوجل سيرش هتجيب لك الادفانس جوجل سيرش. او زي ما عملنا كده تقوم كاتب جوجل وتقوم كاتب ادفانسد جوجل سيرش. انا بحاول اعملها لك باي طريقه، لا خلي بالكم لسه يا جماعه ده بصوره واسعه جدا، المعلومه الواحده ممكن ادخل عليها بنفس الطريقه، خلاص؟ فاحنا هنقوم جايبين ادا جوجل سيرش ادفانسد، خلاص؟ ادفانسد يعني بيقول لك بقى بيسيب شروط كتير، انا عايز ادور على المعلومه الفلانيه بالصيغه الفلانيه. هعمل ايه؟ ادا الكلمات اللي انا عايزها يا جماعه، هذه الكلمات اقوم كاتب ادا الدايابيتس من ليه؟ خلاص انا عايز اعمل ايه؟ احدد ان انتوا عايزينها دوكيمنت، ملف دوكيمنت. طب اضبطها الاول نقوم جايين هنا اهوت ايه؟ هذا فين اي ايه في اي وقت لو انت عايز مده معينه، انا عايز ايه؟ ما نضيعش وقت الكلام نجيب الحاجه الاساسيه، انا عايزها دوكيمنت. اقوم نوع الملف. نوع الملف هو يا جماعه مكتوب تحته، شايفين نوع الملف؟ او اللي متعلم عليها ده. هقوم جاي معلم عليها بالشكل ده كده. شايفين الليسته اللي جت دي؟ لو انا عايز ملف بي دي اف، عارفين ملفات البي دي اف اللي بتتقلب الاكروبات ريدر؟ لو عايز ايه؟ الحاجات الاساسيه اللي انا عايزها، خلينا في انا المايكروسوفت باوربوينت، لو انا عايز الملف باوربوينت. لو انا عايزه دوكيمنت، مش احنا عايزين دوكيمنت؟ هذا مايكروسوفت وورد. واقوم قايل لي ايه؟ سيرش. انا حددت حاجتين دلوقتي هي لها ليميتيشن بكتير، بس عشان ما تلهاش اصل خلي بالكم يا جماعه ان كل موضوع جديد ما ينفعش نطور في الديتيل عشان ما نتوهش. لو واحد زي واحد ايه هديكم مثال، واحد نازل البلد خلاص وعايز يزور واحد فما يعرفش حد في البلد فبيضطر يشوف تاكسي ويركبه، صح؟ لو الراجل بتاع التاكسي ده عنده ضمير ممكن يشاور له، يعني التاكسي هنا اهو والبيت هناك اهو، اللي هو الراجل ساله تعرف بيت فلان؟ قال له اعرفه. طب توديني له؟ قال له ماشي. لو هو عنده ضمير يقول له خلي بالك البيت اللي هناك ده بيت صاحبك او زميلك اللي انت عايز تروح، مش الخطوتين ده تروح. لو ما عندوش ذمه ولا ضمير يقول له طب تعالى كان المشوار طويل قوي، تعالى اتفضل اركب، وياخد يلففوا الدنيا كلها ويرجعوا لنفس النقطه اللي عند بيت صاحبك، صح ولا لا؟ بحيث انه استفاد حاجتين، استفاد خد فلوس اضافيه، ثانيا ما عرفوش السته هيتوه في المره الثانيه هيركب ثاني هينفعه هينفع جنيه، صح؟ ده انعدام ضمير طبعا. فانا دلوقتي لما اكون هقول معلومه جديده يفضل ايه؟ ما اقعدش اقول ديتيلز كتير. لو قلت الديتيلز كتير هتوه، صح؟ زي بالظبط تقص رحله واحد تروح من الشوارع الرئيسيه. لكن لو قعدت تدخل في حواري قلب مختصره مش هتعرف ترجع منها ثاني. فنفس الكلام انا عايز اعمل سيرش وعملت ليميتيشن نعمه من عند ربنا لحد دلوقتي ان انا اكتب الكلمه اللي انا عايزها واحدد الدخول. لا هقول لك بقى في العشر سنين الاخر ولا في العشرين سنه الاخيره ولا الكلام ده، سهل على نفسك. يوم قايل لي يا عم اعمل لي ايه؟ هذا البحث المتقدم. البحث. كتبت اللي انا عايزه هتلاقي فيه هنا ايه؟ بحث. ايه من البحث؟ هذا البحث. جاب لي المواضيع، بص يا جماعه هتلاقي المواضيع كلها شكلها ازاي؟ دوكيمنت. يعني اي حاجه لها علاقه بالدايابيتس من اللي اتكتبت على هيئه صفحه دوكيمنت. طيب افرض بقى انا حبيت ابحث في موضوع ثاني على هيئه دوكيمنت، ارجع الادفانس سيرش؟ لا. سهل على نفسك. انا هم جاي دلوقتي اقوم هنا في السيرش نوت اقوم مغير كلمه دوريت، انا عايز اكتب مثلا بلاد ريكورد، عايز اشوف كل الملفات اللي على النت عامل بلاد ريكورد، هقوم معلم هنا على الايه؟ الدايركت من اللي كده
ابراهيم كاتب بلاد جلوكوز. وهم قايل يا عم اضحك، ايه رايكم؟ ها بقى بحث كله عن البلاد جلوكوز. طب افرض بقى انا عايز ملفات باور بوينت، اقوم مغير مين كلمه دوك وهم معلم عليها بالشكل ده واكتب حاجه اسمها PPT اللي هي الباور بوينت برزنتيشن، وهم قايل له يا عم اعمل ايه؟ ابحث. جاب الملفات اللي كلها باور بوينت ولا لا؟ في الوقت ده بقى انا عايز اي موضوع، اقوم ضغط على الموضوع هينزل اهو. انا عايز ريجيليشن اوف بلاد جلوكوز اهو، هقوم عايل له ايه؟ ستارت داونلود. جاب الموضوع اقول له اوبن لو انا عايز اقرا الموضوع. هذا ملف عرض تقديمي عن مين؟ عن البلاد جلوكوز ليفل. خلاص؟ عايز اعرضه واشوفه اهو. نعم. نعم؟ كلام جميل. زميلكم بيقول ايه؟ خلي بالك انا مطلوب مني، ثانية واحدة، زميلك بيقول لك انا موضوع مطلوب مني سيمينار اقدمه او برزنتيشن اقدمه، ينفع اجيب ملف زي ده احطه؟ مفيش مشكلة، بس ما تجيبش ملف واحد تجيب نفس الملف وتقوم حاطه، لا، انت بتجمع 10 15 20 ملف تقراهم كلهم يتكون الموضوع من انت حته من هنا حته من هنا حته من هنا وبعدين تقراه له في الصور عشان تبقى ويل دوكيومنت. خلاص عشان تاكد ممكن تكون معلومات في الداتا شو دي مكتوبه غلط، فلازم تعمل الريفرنس بتاعت الدكتور بتاعك بتاع الماده دي. ابحث الصوره يا جماعه بدور ازاي؟ في اي مشكله كده؟ طيب نركز مع بعض بقى علشان نشوف امثله عشان الوقت. نرجع هنا كده، عايز اشوف بقى حاجه زي اللي هي الايه؟ اللي هي ازاي استخدم الاي ليرنينج، ايه الميثود اوف اي ليرنينج؟ ادخل على الموقع الاول كده. لازم علشان استخدم الموقع يبقى لازم اعمل ايه؟ ريجستر. التسجيل مجاني فري. هنا مثلا ده تمثال، ده كموقع من المواقع ازاي استخدمه. الدخول، انا صاحب بتاع اولية اكونت، بكتب بقى الايه الاكونت بتاعي عادي. خلاص يا جماعه كده دخلت على الموقع، دخلت الموقع عشان الملفات اعرف اشوفها، لان المحطوط في امكانيه الموقع ما اشوفش الملفات الا لما ايه اطلع اغلب الحاجات الطبيه، لان انا حاطط حاجات غير طبيه، حاجات دينيه، في حاجات علميه ثانيه بالعربي الكلام ده دي ممكن تشوفها من غير تسجيل، لكن الحاجات الطبيه فيما يخص السيرج او غيره تنزيل كتب او غيره يبقى لازم اعمل ريجستر. طيب انا هاخد بقى مثال، اول حاجه عندي قلت التوتوريال خلاص، عامل هنا مثلا ايه كمثال. انا باخد امثله دلوقتي يا جماعه، الحاجات دي مش مطلوبه، انا بوريك يعني ايه توتوريال، هوريك يعني ايه فيديو، هوريك يعني ايه فلاش. انا ممكن استخدم فلاش طبيه، ممكن استخدم جيم لعبه طبيه، ما دي كلها ده ايه ليرنينج. الامور واضحه ولا صعبه يا جماعه؟ ها الهدف من المحاضره ان انا ازاي استخدم الانترنت. انا عايز اشوف توتوريال دلوقتي، انا حاطط هنا في الفلاش يا جماعه. انا عايز دلوقتي اشوف ادا حاطه كفلاشه اهي، نشوف هتجيب ايه. ادا التوتوريال يا جماعه. التوتوريال يعني ايه؟ يعني عرض تقديمي موضوع معين او معلومه معينه محطوطه خلاص،
يا اما اشوفك صوره وفيديو بس، ممكن الاقيها كتابه بس، ممكن الاقي صوره وفيديو وكومنت عليها كمان. ده محطوط في فيلم هتلاقي فيه صوره وصوت وكلام، يعني فيه ثلاث ميزات. الكلام هتقراه تحت، الصوره فوق، انا مش ماليش دعوه بالكلام المكتوب، انا بوريك يعني ايه توتوريال. خلاص؟ والشرح اهو، هشغل الشرح بالشكل ده كده. اشغل الصوت بقى. ايه رايكم؟ انا دلوقتي لما اجيب فيديو زي ده وراجل بيتكلم وصوره بتتحرك، فيديو بيتحرك، والكلام اللي بيقوله مكتوب تحت، افرض ان لهجته صعبه عليا في الفهم، ما الكلام اللي بيقوله مكتوب تحت معلومه طبيه، معلومه علميه، يبقى استفدت ولا ما استفدتش؟ هذه وسيله من الاي ليرننج، اللي هي التوتوريال، دي توتوريال. طيب صوره ثانيه، حاجه ثانيه اللي هي الفلاشز بقى. And carbon dioxide diffuses from the blood into the alveoli because of differences in partial pressures. نرجع تاني للموضوع الرئيسي اهو. عايز مثلا ايه ده ايه؟ هذا فلاش، ممكن عن طريق فلاشات، انت احنا عارفين الفلاش، فلاش ممكن طبي او علمي او اسلامي او غيره. فده مثال عندي اهو. هذا فلاش تعليم لموضوع معين، ماليش دعوه بالموضوع، انا بوريك ازاي ممكن استخدم النت والكمبيوتر في العلاج. ده فلاش فور ميديكال اديوكيشن، اي ليرنينج. ممكن استخدم جيم، في ناس غاويه بقى تلعب العاب وتتعلم منه، كلام جميل. ممكن برضك هذا جيم ثاني، لعبه ثانيه، لعبه طبيه في نفس الوقت، يعني هتعلمني معلومه وهتعلمني ايه؟ وهتعلمني وهتخليني اعمل حاجه انا بحبها، انا بحب النت، بحب الكمبيوتر، بدل ما اضيع وقتي على الكمبيوتر في حاجات مالهاش لازمه، لا ده انا هضيع وقتي في حاجات مفيده، صح ولا لا؟ ده انا عملت النيات، انت لو نيتك لوجه الله خالصه وانت بتذاكر هتبقى مذاكرتك دي سبيل الله. صح؟ لكن قاعد تمسك الكتاب ودماغك في حاجات ثانيه، يبقى لا منك استفدت من اللي في الكتاب ولا هتصون الحاجات الثانيه، صح ولا لا؟ نركز مع بعض كده. نجيب جيم مثال لجيم تعليم. احنا عارفين يا جماعه كلنا كل واحد فصيلة دمه، يعني فصيلة دمك ايه؟ اسمك الاول. طارق؟ يا طارق، فصيلة دمك ايه يا طارق؟ شاطر يا طارق. يعني ايه بي بلس؟ ده من المعلومات العامة من ايام ها؟ يعني طب بلاش. لا قدر بلاش، لا قدر الله واحد تعب واحتاج نقل دم وقالوا لك يا طارق لا قدر الله زميلك انت فصيلة دمك ايه؟ برضه؟ طيب زميلك بي بلس ولا قدر الله محتاج نقل دم، ركزوا معايا يا جماعه عشان خاطر ينفع تديله دم؟ ليه؟ يعني دي حاجه طبيه اهي؟ طيب ليه ينفع وليه ما ينفعش وما اعرفش وتصدق ازاي تعمل بلاد جرومنج وازاي تقدر تجيب شويه دم وتعمل تعرف؟ ايه رايك اما نحط شويه المعلومات ده هي في لعبه تعليميه؟ يبقى منك لعبت اللعبه ومنك طبقت وفهمت وعملت الحاجه اللي انت بتحبها، صح ولا لا؟ نطبق الكلام ده كده لعبه عن البلاد جرومنج. ايه يا جماعه؟ بلاد تايبنج او جروبنج جيم. يا جماعه الامور سهله ولا صعبه؟ هذه اللعبه اهي. ده راجل واخدين اهو بالاسعاف ورايحين يودوه لايه؟ المستشفى للاستئذان. سكيب انتروداكشن عشان الوقت. ده هو تشانل الايه؟ شايلينه اهوت علشان يحيوا يتعبوه. خلاص؟ خلي بالكوا بقى اللعبه بتقول ايه؟ بتقول لك انت دكتور اهو، خلاص؟ ودول ثلاثه قدامك اهوت عايزين ننقل لهم دم. خلاص؟ نكمل اللعبه ونشوفوا ايه اللي هيحصل. نقينا عيان، اخترنا عيان اهوت ودخلناه.
يقول لك خلي بالك انت يا دكتور انت الوحيد اللي في المستشفى، انت الدكتور والممرض والعامل وكل حاجه، انت يا دكتور انت كمان انت اللي كنت سايق الاسعاف، انت اللي سوقت الاسعاف، انت اللي شلت العيان، انت اللي دخلته العمليات، انت اللي هتعمل بلاد جروبنج، انت اللي هتنقل له الدم، والعيان ينفخ في جمارك رقبتك ويموت يا اما يسقف لك زي ما هنشوف. جايب لك اهو السرنجه اللي انت محتاجها، جايب لك الانتهاك، الحاجات اللي مش مطلوبه، انا بوريك بس ازاي استخدم الجيم في ايه؟ في التعلم. فانا جايب لك سرنجه اهو، وجايب لك حاجه اسمها انتي ايه انتي دي انتي دي، خلاص؟ وهذا الايه؟ كياس الدم. وريني يا عم هتعمل بلاد جروبنج ازاي عشان تنقل كياس كل كياس الدم فصائل الدم الممكنه في المستشفى او في الحياه عندك اهو. نقلي كيس من دول انقله للعيان، شوفوا هنعمل ايه. هذا اهو قوم جايب هذا السرنج اهو، خلاص؟ واقوم واخدها ورايح لمين؟ للعيان. ها؟ هاخد منه المفروض دم، كده ما عنديش دم. طلع الدم اهو. واضح الصورة يا جماعة، خدنا منه دم اهو. الدم اللي سحبناه من العيان هروح احطه على انتي ايه وانتي بي وانتي دي واشوف ايه اللي هيحصل. خدنا الدم اهو حطيناه على انتي ايه، حطيناه على انتي بي، انتي دي اهو انتي دي. ايه رايكم؟ لسه احنا ما درسناش حاجه، هتلاحظوا اللي حصل تغير هنا وهنا. يعني المفروض ده ايه؟ خلاص. طب المفروض بقى ان الدكتور غشيم مش عارف حاجه في اي حاجه، يجي يقول كده ده عمل الاختبار ده ولا حاجه، ويقول وعامل لك حبيبي ما اعرفش ايه، وقال خلي بالك بقى انا هاخد دي. نجرب كده ناخد واحده من الدكتور الشاطر اللي عملها ديت، خلاص؟ ونشوف ايه اللي هيحصل. هاخد دي مثلا اهي، واروح اعلقها لهذا الشخص. الدكتور الشاطر بيبقى رحمه للعيان. ده بيقول لك ايه؟ يقول لك منك لله. رغم صح؟ صح. الدكتور الشاطر بيبقى رحمه للعيان، والدكتور الخايب بيبقى رحمه للعيان. الدكتور الشاطر رحمه للعيان انه هيجيب له العلاج، يعني ان شاء الله ربنا يجيب الشفاء على ايده. الدكتور الخايب بيجيب راحه لانه هي يعني هيبعد عن وشه، خلاص يعني خلاص رحمه. اداله تذكره الاخره، صح؟ فلو بص ده غلط اهو، شوف العيانه منها عامل الله، شوف. ضرر وما اعرفش بتودع ايه. نلحقها بسرعه، الدكتور الشاطر قال لك لا 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 منك لله، انت عملت ايه؟ ده ايه بلس؟ هات ايه بلس ازاي؟ قام لحقها بسرعه اهو. ها؟ ايه رايكم؟ شايف جر؟ ها؟ انت نقلت دم كويس. طيب لله دم كمان ده احنا عايزين ايه؟ ايه تاني غير الايه بلس ينفع؟ قال لك ممكن ايه؟ ايه نيجاتيف. نشوف كده. Yes, you can always get RH. بص صح؟ فرحت ده شايف؟ فرحت خلاص بقى كده بقى محتاجه دم تاني. الفكره هنا ان ايه بقى الدم ده هتختار ثلاث في الفيسيولوجي زي البلاد جروب اللي هتختار سنه ثانيه ان شاء الله، اذا كان لنا ولكم امر ان شاء الله. وده تطبيق، انا عايز اوصل لك معلومه، اسيبك بقى من المحتوى نفسه. انا بكلمك في ايه؟ ان انا ممكن استخدم الانترنت على هيئه او النت او الكمبيوتر او البروجرام بتاع الكمبيوتر على هيئه بروجرام طبي تعليمي، صح ولا لا؟ فهل المعلومه ولا لا؟ لما انا امسك الكتاب واقعد الف في الاوضه بقى بلس كروس ار كروس ار كروس اي بي سي اي بي اي بي او في عندي انت ايه انت دي انت دي احط ما اعرفش ايه، وتقعد تلف في الاوضه وتقفل الكتاب ولا انت فاكر حاجه في اي حاجه. او اجيب ده بقى واعملها هنا واقعد ارتب، طب انا نقلت ده ليه؟ طب ما نقلتش ليه؟ هتبقى اسهل ولا لا؟ صح؟ كلام جميل. في طريقة، طيب في طريقة تانية يا جماعة بقى، إن أنا حاجة اسمها فيديو. نشوف كده الفيديو. الأمور واضحة يا جماعة، الإي ليرنينج بحر واسع. لو خرجنا بمعلومتين إزاي أستخدم الإنترنت وأهميته بالنسبة لي، دي نعمة من عند ربنا. ناخد مثال تاني عندي اللي هو إيه؟ الفيديو. ده مثلا ده في
بص يا جماعه هذا فيديو مثلا اهو فيديو تعليمي ماشي يا جماعه فيديو تسجيل محاضره او حاجه وتتشرح وتتقال وتتعمل وتروح تشوفها تتفرج عليها في الجيم حدتك معلومه هتشوفها لو براكتيكال جزء براكتيكال هنشتغلوها تشوف يبقى ده حاجه مفيده ولا حاجه مفيده ان انا اعمل التجربه او اشرح المحاضره وتتسجل فيديو مثلا او تتشاف بعدها يبقى حاجه حتى وين دوكيومنتد تتشاف بعد يوم بعد اثنين بعد ثلاثه انا في المحاضره يعني سبحان الله اي واحد في الدنيا اتفق الفطر 15 دقيقه زمان نمتوا بقالكم نص ساعه بدانا بعد 5 دقايق نمت كل بالله نمت نمنا من زمان صح؟ اه صح نمت من زمان صح؟ ما بيكذبش نام خلاص ماشي يا جماعه فواحد ممكن يقول لك انا قعدت يا دوبك ركزت 5 دقايق 10 دقايق بكتير طب ايه المانع طب ما تبقى حاجه دوكيومنتد قدامي اهيت هقدر ايه بعد يوم اثنين ثلاثه هرجع لها ثاني الحته اللي انا ما فهمتهاش هبصها وضحت الصوره يا جماعه يعني انا ممكن استخدم الفيديو التعليمي صح في حاجه اسمها الاي ليرنينج ممكن استخدم الاي ليرنينج في ايه؟ ممكن على هيئه ايه يا جماعه؟ ممكن اسئله ممكن احط مثلا اسئله ام كيو او غيره واقول لك خد حلها اه في اسئله في اجزاء هنا الاسئله مثلا وهكذا يعني مثلا هتلاقي مثلا ايه؟ هذا اقسام من كده مثلا بص هتلاقي مثلا على سبيل المثال في جزء ده بص يا جماعه ده مثال النت بوجه معين هنا مثلا هتلاقي ايه؟ علشان يبقى في افكتيف ليرنينج او افكتيف اي ليرنينج من الموقع هتلاقي مثلا بص انا بدي ده مثال يعني ده مش ده الاساس اي موقع في النت كده مثلا عشان يبقى في استفاده من الموقع مثلا عملت موقع يقول لك ازاي انزل الملفات هنا ازاي استخدم الموقع ده زي كتاب ارشاد كده للموقع خلاص بعد كده مثلا منتدى مثلا ليه للفسيولوجيا مثلا الفرقه الاولى متقسمه مثلا انا بديك مثال ازاي يحصل اي ليرنينج وازاي تستفيد منه عامل مثلا ايه جزء مثلا للامتحانات اسئله امتحانات سواء ام سي يو او شورت اي سي او 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 جزء بعد كده من المحاضرات سواء محاضرات مكتوبه او محاضرات مسموعه جزء للعمل لو يعني بصيت هتلاقي اهي جزء للصوتيات هتلاقي جزء للفلاشات فلاش تعليمي جزء للعمل وهكذا واضح الصوره يا جماعه فهمنا يعني ايه اي ليرنينج الايام اللي جايه ان شاء الله هيبقى برضه تدريبات مستمره على هاو تو يوز ذا انترنت هاو تو سيرش ثرو ذا انترنت في اي سؤال خلاص كده